أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما مصدقا لما بين يديه
وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. أولئك في ضلال صدق الله.